بسم الله الرحمن الرحيم. التحديد قضية فلسطينية مهمة. أبنائنا يموتون لا يرسل راس. بل حتى الشيب تهاونوا في أدائنا. سألونا نصلي عليه أم لا نصلي. قلت ولماذا لا تصلون عليه؟ قالوا ما سجد لله سجدة من قبل. لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعداد 800 طالب 20 طالبا فقط. 780 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق. الصلاة. أنا في البيت لا أصلي أيضا. وأهلي كذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال؟ وأمتنا ضيعت الصلوات. سؤال. يا جبريل تضيع أمتي الصلاة. خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن هن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه. أقم الصلاة كما يريد الله لن تبلغ الرضوان دون رضاه. إذا رسول الله ضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ الصلاة نور. كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم. علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين. يأتي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين. حاط على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات دخل الجنة. واسجد وعفر أنفك الغالي وقل بالدمع يا الله يا الله. اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. متى ستنضم الى صفوف المصلين؟ متى ستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون؟ متى ستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ متى ستستقيم وتعلم ان اعظم امور الدين بعد توحيد الله المحافظه على الصلوات والمسارعه الى المساجد والمحافظه على تكبيرات الاحرام؟ يا رب يا رب. رباه ما لي غير عفوك ملجا فاغفر لعبد تاب يا رب.